تكملة الفيديو، إضافة عدد النقاط، بنعرف متغير I إن النقاط بتكون في الأول فاضية. الآن بدنا لما الكار تضرب في النقاط، هاي دالة الهيت أو كود الهيت، الكار ضربت في النقاط اللي هو gift one، ما راح نعمل إنه الكار تقف، راح نضيف النقاط اللي هو الآي. كل مرة نضيف 1000 أو 100، ونظهر النقاط في المربع هذا. نحكي له عرفنا المربع هنا كوين، تأكد وبدنا نخفي اللي هو الجفت أو نبعدها. برضو للنقاط للهدية الثانية هاي اف، وهي جفت تو، وهي جفت